فين الكل؟ انا بتكلم على اي اجل كرشي راحت وكرشي معاه. انا معاك اهو، انا كرشي وانا بعيط وبطني كمان. انا حامل على فكره والله، حامل في شهر وشهر. كنت بقدم، كنت سامع عن مين؟ عن منال العسوي اللي هي موجوده في مجلس المدينه، هي واحده معاه مطلقات، اخذوا شقتين اللي هم كانوا بتوع تنظيم الاسره زمان، والبيت ماسك البلد وهو ماسك مجلس المدينه. بتتكلم له سنتين شويه زمان. اه ده اللي انا سمعته. طب قلت بقى يبقى هو بيساعد العالم اللي محتاجه، هي جت له وهو اتضح ان هو محافظ، قلت مش مشكله نروح له وهو في المحافظ. جت له من يومها بقى بتنطط على السكه. هم دول في نفس الوقت في اربع شقق اليومين ده هم اتسلموا، بس مش عارفه اجيب اساميهم. طلعوا من مين طيب؟ اسالهم، اسال البيه اللي سلم، اسال حسين بيه اللي سلم. اربع شقق متسلمين الاسبوع الاخير ده هو، بس اللي هو سلمهم وعمل واخد اجازه طول شهر. ده مين ده الورق؟ يعني ممكن يكون كلم كده المنضبط بتاعي. مش انا بدور على البوك عشان هو بوك كويس. الحمد لله. أربعة حاولت أجيب أساميهم، قالت مش جاي إلا بعد إيه؟ رمضان. ما عايش أسمائهم للأسف، أنا بقول لك الأسماء اللي بعد رمضان، وأنا مش عندي صبر لرمضان، مش هقدر أستنى، مش هقدر أستنى. كفاية الاثنين اللي أخذوها وأجروها، أرامل بتاع ده مطلقات وخدوها وأجروها وهم مش عايشين فيها، والبيت راح عمل لواحدة منهم حمام بره.